ليه دايما بدايات في اي علاقة عاطفية بتكون حلوة؟ لان البدايات ديت ابسط حاجة هنقول ان هي مش حقيقية. اي اتنين بيتعرفوا على بعض كل واحد فيه بيكون عنده شغف يتعرف على التاني، وكل واحد بيحاول يظهر الحلو بس اللي فيه، طبع اللي الشريك اللي معاه عايزه يحبه، عايزه يتعلق بيه. فعشان كده بتبقى البدايات دايما بتبقى حلوة. اعرف حد بيهتم بالتفاصيل، بيسمعني كلام حلو، مسجات، مكالمات، لكن بعد كده كل واحد ما بيقدرش يدوم على اللي هو فيه، كل واحد بيظهر على حقيقته، كل واحد بيحاول بقى يبقى بطبيعته. خلاص هو او هي تملك الشخص دوت وخلاص عرفه وخلاص عارفه، فبيحاول ان هو يبقى بقى طبيعي. يا اما بتستمر البدايات للنهايه لما بتكون فعلا صح ومبنيه على اساس صح العلاقه ديت، واهم حاجه ان يكون فيها الحدود المرسومه زي ما هي، محدش عدى الحدود، محدش قرب المسافات. وممكن تبقى البدايات بس اللي حلوه وتنتهي على كده.